في انتظار افتتاح المعهد العالي للموسيقى افتتاح السنة الثقافية ينصب بالأساس على برمجة يعني المرتكزات الأساسية المتعلقة بمجموعة من المواضيع التي سنكب عليها في وزارة الثقافة خلال هذه السنة المقبلة، وكذلك سنعمل كذلك على إحداث مجموعة من البنيات. وهذا اليوم احتفالي هي مناسبة لإبراز الدور الذي تقوم به قطاع الثقافة خصوصا في المجال المتعلقة بدورها في مجال التنمية وتأطير المواطنين.